هذا العرض الإخباري الموجز. بلدية تونس العاصمة وبلدية كوباك توقعان على برنامج تعاون للفترة الممتدة بين 23 و 2026 و 2000، وذلك بهدف تعزيز شراكة بين المدينتين في العديد من المجالات ذات الأولوية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الجمعة 18 من نوفمبر الجاري بجزيرة جربة بأن الفضاء الاقتصادي الفرنكوفوني المشترك قادر على توفير بيئة ملائمة للاستثمار في تونس وتيسير توسعها في ظرف يتسم بمزيد من التعقيد والتنافسية العالمية وفق تعبيرها. كما أكد المصدر ذاته خلال افتتاح المنتدى الأول سجلات المؤسسات البلدان الفرنكوفونية حول موضوع سجلات المؤسسات في خدمة الاندماج الاقتصادي في الفضاء الفرنكوفوني المنتظم ببادرة من السجل الوطني للمؤسسات، بأن تحقيق الترابط بين سجلات المؤسسات كفيل بالتأسيس وبشكل مستدام لقواعد جديدة للتعاون المبنية على التكامل وتقاسم المعلومات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن بأنه تمت خلال انعقاد مجلسها اليوم الجمعة 18 من نوفمبر الجاري المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 22 و2000 والمؤرخ في 18 من نوفمبر الجاري والمتعلق بتنقيح وأتمام القرار عدد 8 لسنة 18 و2000 المؤرخ في 20 من فيفري 18 و2000 والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية القصرين بالاشتراك مع أعوان حرس المرور بسبيطلة يوم الأربعاء من حجز 2.5 طن من مادة الطماطم الطازجة حجزا فعليا من أجل مسك منتوجات قصد بيعها والمضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة الحرة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار. وفي ذات السياق أكدت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم ضخ الكمية المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية على أن يتم إيداع قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة واستكمال بقية الإجراءات المستوجبة في الغرض طبقا للتشريع الجاري بها العمل. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.